عسلمة البنات، شلو تكونوا بألف خير. فيديو اليوم خاص بمفضلاتي لسنة 2020، سنة كانت صعيبة على الناس الكل، ما ممكن الحاجة البوزيتيف الوحيدة فيها هي المنتوجات هذية، دونك حبيت نفيدكم بهم. كما تشوفوا التونر هذية من أحسن ما استعملت في السنة هذه، هي من أكسيون من مارك The Beauty Depth. التونر هذية 99% لزانغريديون بتاعه طبيعيين، متكون من ماء جوز الهند، وتجيب مع زادة الكريم هذية اللي هي ترطب بالكدي البشرة. والباكاجينج أكثر حاجة عجبتني فيه، خطر إيكولوجيك هكا تحسوه صحي من بلار، الغطاء بتاعه خشبي يرطب، والتونر زادة ينظف بالكدا، يدخل في المسام، تستعملوه في الصباح وفي المساء، حاجة من أروع ما استعملت. لو كان عندكم مشاكل كيما أثار حبوب حفر، أو تحبوا تعطوا نظارة في البشرة وتفتيح، ننصحكم بالديرما رولر. أنا ديجا كنت عملت عليها فيديو كيفية الاستعمال، كيفاش تتعقم، قداش من مرة لازم نستعملوها. هذه آلة ياسر تسهل مشاكل تكون صعيبة، لكن آمنة أنكم تستعملوها وحدكم في الدار، من غير يعني ما تلتجؤوا إلى طبيب جلدي. حاجات معناها سهلة، استعمالها سهل ولكن نتيجتها رائعة. ما فماش ما خير من الكريم هذية، جليسوليد للترطيب خاصة في فصل الشتاء، للبشرة، للجسم، لليدين، للرجلين، لكل منطقة. وزاد الكريم هذية من بالية، هي مكونة من الياسمين والليمون، ريحتها ياسر بنينة، وزاد ترطب بالكدا وتفتح البشرة. وللتفتيح زاد عندي جوز الهند اللي هذية لا استغناء عليه، من المفضلات للجسم، للشعر، للماسك، لكل شيء. لو كنت لوجو على كونسيلر يكون تغطيته عالية، يعني فول كوفرج، ولكن يبقى خفيف على البشرة، معناتها متوفر بكل الألوان المناسبة للبشرة، عندهم برشة ألوان، لشوة إلاج. ننصحكم بالكونسيلر هذية من تارت تشيب تيب، فما زوز أنواع رمخرين، هذية هو يعني اللي يحكيوا عليه برشة، واللي هو كان نميرو آم، معناتها في الكونسيلر اللي طلعوا مؤخرا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هو غالي شوية بارابور للكونسيلر الاخرين، ولكن سومو او الثمن متاعو فريمو يستاهلو. الباليت هذية زادة من افضل ما استعملت في لي باليت، نجم تستعملوها للمناسبات، نجم تستعملوها كاستعمال يومي. لي كولور متاعها جاية بين النيود وال يعني المات واللميع شوية. هذية من ريفوليسيون، السوم متاعها ياسر رخيص، 4.50 يظهر لي، من احسن ما يمكن تستعمله. شوف الألوان محلاها. لو كان تلوجوا على ليفوزونغل او الاظافر اللي يتلصقوا كيما الراول استيتيسيان، يعني كيما اللي يركبوهم، انا جربتهم فريمون يبقوا اسبوع واكثر من اسبوع في الاظافر. سومهم ياسر رخيص، الوانهم ياسر متعدده، يعني اللشوه تلقاو كل شيء، معناه نيود تلقاو، المات تلقاو، فيهم دي موتيف هكا يلمعوا، كل شيء كل شيء متوفر. وسومهم ياسر رخيص، يعني من افضل ما فما، وتجيب معاهم الكول نتاعهم اللي هما بي اس من مارك بري مارك ولا براي مارك. ساعات نتكاسلوا انه نعملوا القماج والا السكراب هذوما في الدار، ولكن لو كان معناتها كنتوا في فواياج ولا حتى تكسلنا ما نحبوش نعملهم في الدار، نجموا تشريوا هذا السكراب هذايا من ديام اللي هو بالسكر الاسمر والشيا، من افضل ما فما، ريحته ياسر بنينه. فما تيوب الاخر ولكن هذاك فلوب على الاخر، على خاطر مش كيما المينياتور هذوما الصغار، افضل ما فما.
جربت برشا انواع للسون بلوك والا واقي الشمسي، ما لقيتش افضل من هذايا. لاغوش بوزي لوسيون بالحليب، يعني حمايته 50 بلس، يحمي وميم طون يرطب البشره ويعطي نظاره كلي عامله برايمر باش يخفي لي المسام ويسكر لي المسام بالاحرى، ويعني فريمون من افضل ما استعملت. الكريم هذه من الفيردي، شريتها من ديام، تتحط تحت العين، فيها أسيد الهيلارونيك اللي يساعد في أنه تتخلصوا بشوية بشوية بالتجاعيد، يعني مش اللي ديجا فيهم تجاعيد، ولكن من عمر 25 سنة وما فوق نحاولوا أنه نحميه معتها قبل ما يجونا التجاعيد. يفتح شوية اللون الهالات وزادة يعني يعطي ترتيب عميق، وزادة فيه الرول أون اللي يساعد برشا في المساج تحت العين، وهذه راي منطقة حساسة على الأخر، أكثر منطقة حساسة في البشرة، دونك نحاولوا أنه نعطيوها عناية يعني سبيسيال شوية. اللي يلوج على فيتامينات تكون مش حبوب، يعني فيتامينات كلي تاكلوا فيه بونبون، ننصحكم بإيفي بيرز، هذوما دبدوبات صغيرونات هكايا، كنكم تاكلوا فيه بونبون فيهم برشا فيتامينات، فيهم الفيتامين سي وأكثر من 10 فيتامينات أخرين، خاصة اللي هما حلال ما همش غالين برشا، موجودين في ديام، فيهم 60 كابسولة تاكلوا 2 في اليوم، واحدة صباح واحدة المساء، طعمهم ياسر بنين، كلي تاكلوا فيه بونبون معناه ما تحسوش بالكل، يطولوا الشعر، يكثفوا الشعر، يعني يحميوا الاظافر ويعطيكم بشره صحيه، شنو تحبوا اكثر من هكا؟ ياسر 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 عجبوني هذوما، وننصح بهم لبنات الكل الكل، خاصه اللي هم ديستيني ولا موجهين للنساء، معناتها ما تخافوش انه يخرجوا لكم باغ اكزومبل شعر في الجسم والا يعطيكم حاجات نيجاتيف في الجسم. هذا اكثر عام استعملت فيه دي سيروم، والاكثر السيرومات يعني اللي عجبوني هو من مارك ذا اوردينري، هذايا بيلينغ الاحمر هذاك اللي قشر البشره بلطافه جدا، في الدار كنت استعملوه مره كل اسبوعين، والثاني بالكافيين اللي يفتح الهالات واللي اكثر للمنطقه حول العين. استعملت جد زيد السيروم تاع الفيتامين سي من باليا، اما هذايا كنت ديجا عملت عليه فيديو خاص، دونك نخليكم تشوفوا الفيديو، ولكن الفيديو ذا اوردينري معناها افضل حاجه استعملت. احسن مارك تعمل ديوبل بارفان الغاليين هي لاريف ولا لاريف، ننصحكم بها برشا لو كان ما عندكمش بودجي ياسر كبير، ولكن تحبوا هكا يكون عندكم بارفان مفضله عندكم، هذيا ميس دريم كيما جود جيرل من كارولينا هيريرا، نفس الديوب معناها، والمينياتور الاخرى هذيك صغيره تنجموا تحطوها في السكما وتنجموا تهزوها وين ما تحبوا، فريمون لي بارفان هذوما ياسر عجبوني للاستعمال اليومي، يعني افضل ما فما، سي با لا بين باش تشرو معناها بارفان غالي تستعملوه كل يوم، الاستعمال اليومي يعني يوفي بالغرض. فوالا هذوما هما المنتوجات اللي حبيت نفيدكم بهم عزيزاتي حبيباتي اخواتي، ان شاء الله يا ربي عام جديد اللي يدخل يكون خير من العام هذايا، مني ليكم بوسه كبيره كبيره كبيره، وان شاء الله تكونوا بالف خير، بسلامه.